السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخ ام عبد الله. ان شاء الله اليوم كمان بدنا نقدم اكله طيبه كمان كثير واكثر الناس بتحبها كمان. ان شاء الله اليوم بدنا نقدم داود باشا، ان شاء الله بنقدمها بطريقه كمان كثير سهله ان شاء الله وبسيطه، وبتشوفوا طريقه كثير سهله يعني ان شاء الله. وان شاء الله الان نبلش نتبل. اول شيء بنتبل اللحمه، اول شيء بنحط البهارات، هي معلقه صغيره فلفل اسود، معلقة صغيرة بهارات السبعة، وهيك نص معلقة صغيرة نص راس القرفة، وشوية جوزة الطيب هيك كمان هيك برشة صغيرة بس. بدي احط معلقتين يعني هاي بقسماط، صدقوني يعني ما بيأثر ابدا على اللحمه ولا ابدا بيأثر عليها، بس بيعطيها هيك طراوه، ومشان اذا حبيتوا تقلوها او شيء ابدا ما بتفرط يعني، وما بتأثر ابدا على الطعمه ولا شيء. بس يعني ايش بدنا نحط احنا؟ هاي المعلقتين، شايفين معلقتين بس، ها هي بس. بدي احط هاي عفوا البصل وهي اللحمه، انا بدي ادعكهم هيك شوي مع بعضهم. يلا انا هلا بدعكهم هيك شوي وبفرجيكم اياها بعدين ان شاء الله. شايفين حبايبي انا بعد ما دعكتها يعني هيك منيح، يعني هيك صارت اخذت كلها بعضها وزبطنا ملحها وهيك. وهلا ان شاء الله بدنا نبلش بتكويره، ولقيتكم انا احسن طريقه، والله احسن طريقه واسهل طريقه انكم تحطوها بالفرن، يعني لا بتوسخوا الزيت ولا عفوا الغاز ولا بتطرشوا زيت ولا ابدا، كثير طريقه سهله يعني. حتى الصينيه هاي صدقوا بتضل نظيفه يعني. نحن نحط هذا ورق الزبده، صدقوا انا هذا ورق الزبده بلاقي احسن اختراع في المطبخ. بحط لك شويه زيت، زيت مازولا او اي زيت، ندهن الورق هذا هو، بوط ايدي بشوية زيت هيك. ناخد اللحمة نصير منكور يعني شقد بدكم انتو حجم الكرة، كبيرة صغيرة، انا هيك بحب اسوي بهي الطريقة. اطفي عندي كمان هون شوية مي، بقطعهم اول شيء هيك كلياتهم هيك اسهل. هيك وصير مكور، نغطيك ايدنا بشوية مي. انتو بقى كبرى صغرى انتو بقى شقد بتحبوا هيك. انا بصفون هيك بالصينيه كلها، ها هي يعني اسهل انكم تقطعوهم كلياتهم تحطوهم بالصينيه وصيروا كوروا وحطوا هيك اسهل بكثير، يعني بعشر دقائق بتخلصوهم هيك. شايفين يلا هلا انا بخلص الكميه كلها وبنشوف المرحله اللي بعدها ان شاء الله. شايفين حبايبي هاي لحمتي بعد ما خلصت تكوير، يعني انا هاي الصينيه بتاخد معكم شي كيلو لحمه، يعني انا لحمتي اقل من الكيلو بشوي، يعني اذا هسه هيك بنلزهم شوي على بعضهم بتاخد كيلو لحمه برياحه يعني ان شاء الله. وبعدين هلا بحمي الفرن على اعلى حراره من فوق ومن تحت، هلا ان شاء الله بحطها بالفرن وبنتابع ان شاء الله. ومشان كمان مشان تكون خطواتنا كلها مع بعضها، انا هلا بدي انقع الرز كمان، حط لي هيك شي معلقه ملح، حط له مي سخنة شوي مشان يعني طبختنا كله يستوي مع بعضه. يلا هلا بنبلش بنطبق الطبخة على النار ان شاء الله. هلا بدنا نطبق الطبخة، انا حطيت هون الطنجرة، انا بدي احط لي هون معلقة سمنة
يعني هناك شفتوا ما حطينا شيء دسم ابدا، حطينا شويه زيت بس مشان اللحمه يعني. انا هون بدي احط شويه سمنه، وانتوا اذا بتحبوا تحطوا شيء ثاني هذا خياركم، ممكن الزبده تحطوا كمان بصير. بس نستنى شوية تحمى السمنة. يلا نحط البصل. احنا بدنا نقليه يعني هيك، بدنا نكرمله ان شاء الله. نحط له شوية ملح مشان بسرعة يتكرمل ويستوي معانا ان شاء الله. شايفينها هي كده، لازم نضل نحركه يعني، ايدنا ما بصير نبشره ابدا. هلا بس هيك يعني اخذ نار قويه منيحه، انا بوطي الغاز عليه يعني، ما تخلوه على كثير نار قويه يعني، بصير هيك بتشلوط شلوطه تكون ما مستويه يعني، لازم نسويه على نار وسط يعني. يلا انا هلا بوطي الغاز عليها وبقلبها على مهلي لبين ما يكون استوت اللحمه بالفرن ان شاء الله. شايفين حبايبي شلون صار عندي البصل؟ يعني شايفين انا هذا اللون بدي اياه هيك، يعني مو مثل اني نحطه على المجدره يعني هيك، ها مكرمل. هذا طعمته كثير طيب بصير. هاي عندي انا اللحمه، شايفين شلون طلعت؟ يعني تحمرت والاحلى من هيك، شايفين؟ هلا انا هون بكبتها فوق البصل، يعني هيك كاني شويناها شوي يعني، شايفين؟ ناخذ هي الخلاصه كلها، هي كلها طيبه هون. شايفين ما احلى هالمنظر؟ نقليها هيك شوي كمان مع البصل. انا بحب هون كمان احط لها شويه بهارات عشان تصير مع المرأة، شوية بهار اسود، وهي بهارات السبعه كمان هيك شوي صغيره، هيك شيء نص معلقة صغيرة هيك. في تحريك هيك مع بعضها، صدقوني هاي أحلى طريقة يعني هيك للداود باشا. هلا بدنا نحط الصوص، بس مثل ما قلت لكم إذا ما عندكم منه هذا الصوص بتحطوه بندورة، مية بندورة عادية بصير. العلبة الثانية كمان، يعني احنا بدنا الصوص يكون سميك شوي يعني، ما بدنا يكون هيك خفيف. انا هي العلبة كمان بحط فيها هيك شوية مي، شوي صغيرة، نغسلها هيك وناخذ كل الصوص اللي بقلبه. نشوف قديش بدنا مي، نتحمل كمان شوي تاني. شايفين اخذنا كل الصوص اللي بقلب العلبة. هذا هو، نحط له شوية ملح كمان هيك. وهذا الدبس رمان مثل ما قلت لكم انا هذا خيارك، اذا بتحبوا تحطوه حطوه، ما بتحبوا تحطوه، في ناس ما بيحطوه، بس هو بيعطي هيك نكهة طيبة للداود باشا. يعني انا بحط لي هيك كم معلقة يعني، وانتو بتذوقوا بتدوقوا قديش بشوفوا بي يعني الحمض، انتوا بتدوقوا. هذا هو، شايفين حبايبي انا هلا ظبطت ملحه ودقناه على الاخير. هلا بس غلي قويه هلا بغطي بوطي النار. هلا حطينا طبختنا على النار هون ووطينا الغاز عليها، وهلا بدنا نطبق الرز ان شاء الله.
انا قلت لكم بدي احط هون معلقه سمنه، او بتحبوا زبده كمان، بالزبده بتطلع طيبه كتير. انا بدي احمص هاي لسان العصفور، او اذا بدكم شعيريه بصير. انا بحب كمان الرز كمان انكهه، بحب احط له هيل ورنفل وقرفه، كمان بيعطي نكهه طيبه للرز. حمص هيك شوي، شايفه انا بعد ما حمصته يعني اخذ معي هذا اللون هيك، هذا هيك لون ذهبي. انا كمان بحب احمص شوي الرز، يعني كمان بحط هيك اعطيه تشويحه او تحميصه، يعني هيك بيطلع اطيب، بيطلع مفلفل هيك الرز. انا بحب كمان احط الملح بهالمرحله، حطيت معلقه ملح كمان هيك بنعطيه تحريكه هيك. تحميصه صغيره يعني، بس بتكون هيك يعني احلى طريقه للرز. اذا بتحبوا تحطوا انتم كمان هذا المكعبات المرق ما بعرف شو، انا ما بحب احطه مع الصراحه مع الرز، يعني لان الرز استهلاكنا كثير يعني، وهي ماده واحد بتستهلكها كثير، انا ما بحب ابدا. يعني انا بستعملها بس بشغلات بسيطه يعني، مو دائما بالرز وهيك. يعني هذا المنكهات القرفه والقرنفل هذا بيعطي نكهه كثير طيبه للرز، ما في داعي لهذاك يعني. هذي شايفين؟ بس هيك شوي، بس بطل هيك نسمع هذا الصوت هيك القوي، يعني ما بس في مي. هذا هو. أنا هون معايرة مي هون، كوبين، أنا حاطة هون كوبين رز، حاطة هون كوبين مي، حتى المي دائما لازم تكون هي نحطها مغلية كمان. شايفين لازم تطلع اصلا بالغلوه، هذا من سر يعني نجاح الرز. لازم كمان ما يسخن، ما نحط مي بارده، نستنى بين ما تغلي يكون الخبص الرز. هذا هو شايفين، ولا اسهل من هيك. هلا هون هيك بندوق الملحه، بنظبط الملح، بس يغلي هيك غلوه منيحه بنوطي عليها الغاز. شايفين انا هون ظبطت له ملحه، يعني حطيت له كمان شوية ملح، يعني كمان الرز اسرار نجاحه كمان اذا كان الملح قليل كمان بيخبص، لازم ملحه يكون منيح يعني. انا هيك غلي غلي قوية، انا هلا بغطيه بوطي عليه النار، يعني بحطه على مثلا على 2 على 3 يعني بس، وبنستنى حتى يستوي ان شاء الله. الطبخ التنتين هلا تقريبا استووا مع بعضهم، وبنقدمها ان شاء الله هلا بصحن التقديم. انا حابه هون افرجيكم الرز كمان شلون، شوفوا شلون ما شاء الله، يعني شوفوا شلون كل رزه واختها ان شاء الله، شايفين يعني مفلفل وما احلى. وانا هذا المطيبات انا بس تفتحوا الغطاء الطنجره بتلاقوا طايف هيك كله على وجه الرز كله، انا شلته هلا هيك خلص اخذنا النكهه منه اللي بدنا اياها. وهذا هو شوفوا ما شاء الله، وبنصحكم يعني كمان انا هون تحركوا بالشوكه ما تحركوا بالمعلقه مشان ما يتكسر الرز، شايفين شلون؟ وهلا ان شاء الله نقدمه بصحن التقديم. شايفين حبايبي وهذا صحني على النهائي، وهذا هو صدقوني يعني اكله ولا اطيب من هيك ان شاء الله. اليوم قدمنا لكم كمان طبخنا الرز وسوينا اللحمه، شفتوا شلون بطريقه كثير سهله وكثير بسيطه، يعني يعني مع طبخه الرز استوت الدود باشا ان شاء الله، يعني اثنيناتهم استووا مع بعض، شفتوا المراحل يعني معنا خطوه بخطوه ان شاء الله. وهذا هو، وان شاء الله تسووا وتنفذوا وتطلعوا احلى ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو وشفتونا بنستاهل لايك، حطوا لنا لايك وعملوا لنا شير وعملوا لنا اشتراك بقناتنا اذا ما كنتم مشتركين. وهذا هو، واهلا وسهلا بمطبخ ام عبد الله، والسلام عليكم.